What's really going on? رؤية أخرى إخواني تتكلم عن ظهور طيور سوداء غريبة في أجواء أمريكا، يعني طيور سوداء غريبة الشكل ستجتاح أمريكا، وطيور غريبة أيضا ستحوم فوق الكعبة. وهذه الطيور سواء التي ستحوم فوق الكعبة في مكة أو الطيور التي ستجتاح أمريكا، إنما هي نذير مسبق لعذاب، نذير مسبق لعذاب. فإن رأينا هذه الطيور السوداء الغريبة تجتاح أمريكا، نعلم إنه عذاب أمريكا قد اقترب، وهذا عذاب رباني من الله سبحانه وتعالى. Oh, shit.
ready to